عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام في الفقرة الصحية مع دكتورة سعاد محمد جادو. أهلا وسهلا بك مجددا. أهلا بكم. طبعا موضوعنا اليوم هو التخدير. دكتورة سعاد، كيف بتتم عملية التخدير؟ تمام. أول حاجة نتكلم عن التخدير هو شنو. التخدير بالإنجليزي أو بالفرنسي أنستيزي أو أنستيزيا، كلمة أنا معناها فقد، استيزيا يعني الإحساس، يعني فقد الإحساس. طبعا هي عبارة عن يعني نوع من الإجراء الطبي بيتعاطى فوق نوع من الأدوية المعينة للمريض عشان بيفقد فوق الإحساس والألم، وطبعا جزء من فقد الذاكرة البسيط في الفترة اللي هو بيكون راقد فوقها. يبدأ التخدير. طبعا هو التخدير أنواع، عندنا تخدير نصفي، عندنا تخدير عام، عندنا تخدير موضعي. الأكثر شيوعا في التخدير المعروف التخدير العام. بالنسبة للتخدير النصفي اللي هو بينعطى في العمود الفقري من الخلف في الظهر. التخدير الموضعي زي مثلا يتعطى في الأيد أو في الرجل أو جرح يدور خياطة، الحاجات البسيطة دي بالنسبة للتخدير الموضعي. أيوه دكتور، التخدير العام متى نحتاج لتخدير عام مثلا؟ التخدير الإنسان متى بيحتاج له بالنسبة كتخدير حق العمليات مثلا؟ لما الدكتور الجراح بيقرر لك انك انت محتاج لعمليه. نعم. ايوه، لما بيقرر لك ان احتياجك للعمليه من المكان ده بتتنقل بتجي لدكاتره التخدير او الفنيين التخدير. في المكان ده طبعا عندنا بعض الاسئله وكده، بنشوف صحه المريض وشنو عنده من امراض ما عنده عشان نقدر هل جسمه بيقبل التخدير او ما بيقبل التخدير. اي عمليه جراحيه بنعمل لها تخدير عام؟ لا لا، التخدير انواع ثلاثه، في موضعي وفي العام وفي النصفي، فعلى حسب النوع حق العمليه هي شنو اول حاجه في الاساس. نعم. وبعدها عمر المريض، وثالث حاجه الحاله الصحيه للمريض هي شنو حالته المرضيه كده. على اساس ده نحن بنقرر شنو بنعطوه، هل بنسوي عام او نصفي او موضعي، يعني على اساسه يعني حسب الاشياء الثلاثه اللي انت ذكرتيها، على حسب حالته وعمره، على حسب العمليه الجراحيه حقتها. يعني فور اكزامبل تو مثلا عندنا عمليات القيصريه او الولاده القيصريه. فعمليه القيصريه بتكون يعني بالنصفي، فمن تحت السره فما تحت المكان هذا كله بينشله، فبتنعطي في الظهر. بس في على حسب حالات وعمر، على حسب الحاله. مثلا المراه لو كانت صحتها كويسه ما عندها مشاكل فبنسوي لها نصفي، لو كانت عندها بعض المشاكل وخوفا للصغير بنسوي عام. اوكي. ايوه على حسب الحاله. اوكي. ايوه. قبل شويه انت قلتي في تخدير مكان واحد يقبل يسوي له تخدير ومكان واحد ما يقبل، شنو الحاله اللي بتخلي الواحد ما يقبل يسوي له تخدير؟ مش منا ليه، ومنا ان احنا بنشوفه. اول حاجه عندنا حاجه اسمها سي بي ا، اللي هو كونسلتاسيون بري انستيزي، يعني الاستشارة ما قبل التخدير. نجي للمريض، عندنا لسته قائمة بنسأله بعدة أمراض، عنده مشاكل في القلب، عنده سكري، عنده مشاكل في الرئة، عنده تاريخ مرضي مثلا أو تحسس من بعض أنواع من الأدوية، هل سوى حادث من قبل، نقل دم ما نقل. على أساسهم ديل وعلى أساس التحاليل أن احنا نقدر نشوف هنا المريض هل جسمه بيقبل إنه أن احنا نسوي له تخدير أو لا ممنوع. وشنو الحل البديل؟ شوفي، في سبحان الله في حاجات واحدة اللي ما بتستحق، يعني ما شرطا يعني إنسان يتحمل يقعد فوقها. أيوة، زي عندك تو في واحدين ما شاء الله، يعني أبهاتنا واحدين ده كبار في 80 في 90، بيجي بيقول لك أنا عندي فتك وشنو. في مكان واحد التخدير بيكون خطر عليها. لما التخدير يكون خطر عليه بنقيفه، لأن تعرف الراجل الكبير مع الشاب مع الطفل الصغير ما نفس البنية الجسمية، ما نفس القدرة اللي بيتحمل فوق هالدواء كلهم واحد. العمر كل ما كبر أعضاء الجسم وكده يعني بتضعف. نعم. أيوه بتضعف، ما زي زمان. وهل التخدير بيأثر سلبا على الشخص الكبير؟ أكيد بيعنده تأثير، بس على حسب الصحة. في ناس عندهم ضغط. اليوم أنا مرات نجي يعني طبعا حكم أن تشادين هنا عندنا عيب واحد، يعني الناس اللي عايشين برا يعني كل 6 شهر أو سنة بتسوي يعني كشف صحي عام كده على نفسك، بتعرف نفسك أنت عندك شنو من أمراض ما عندك. أن إحنا هنا الناس ما بيسووا بحكم قلة التوعية شوية. فبكان واحد يعني المرضان أنا نشيفه أوكي، نجي نحطها في غرفة العمليات، بجي بشيفه فجأة بنلقى أن الضغط عنده مرتفع بزيادة وهو ما عارف. بجي بسأل أنت ما عندك ضغط؟ بقول لك لا أنا ما عندي. بسأل من بعض الأشياء بلقى فعلا أنه عنده أعراض الضغط.
سنضطر من المكان ده. انا ما بنخدره يطلع نمشي بلمومه مع الدكتور حق القلب يتابع معايا لفتره بين ان الضغط يتوزن ويتحسب كويس بعدها يرجع لنا من جديد. ايوه في بالطريقه دي. دكتور التخدير ينتهي كيف يعني؟ في ساعة ساعتين أو ثلاث ساعات على حسب العملية. نعم. بالنسبة للتخدير العام على حسب العملية، في عمليات كبيرة بتقعد مرات بالساعتين بالثلاثة نحن نكون في لب العملية داخل. نعم. في عمليات بسيطة 15 دقيقة في اللي 30 دقيقة وإلى آخره، يعني على حسب العملية وعلى حسب بنية الجسم حق الإنسان. طبعا الوزن حق الإنسان بيلعب دور. الانسان السمين لما اليوم نرجع القدوم على الانسان الضعيف، طبعا الضعيف بقوم قبله، السمين فرق متاخر فوق بيشيل وقت شويه معايا تلقى. لان ليش؟ لان شوفي احنا لما بنضوا اليوم جرعه التخدير بندوه على حسب الوزن وبندوه على حسب الطول، بتلعب دور. اليوم الضعيف بيشيل اقل بس السمين مره يشيل اكثر. نفس عمليه نقل الدم مثلا، واحد دارين يشيلوا منا دم بيوزنوه ضروري، ما بيشوف ده كم كمية الدم اللي عنده في جسمه ساعتها عشان يقدر يشيله منه هل يصلح كمتبرع أو لا. أيوة، فبالطريقة هذه فهي الوزن بيلعب دور كثير. دكتورة الآن لما الشخص يدور جاء في عملية تخدير تدون نصائح تقول لي يعني التخدير ما صعب تكلموا معي ولا بيتونسوا معي؟ شوف بالنسبة للتخدير العام هو طبعا سبحان الله يعني الدخلة لغرفة العمليات عندها خوف ورهبة. نعم. يعني حتى نحن اليوم الشغالين لو واحد فوقنا أو واحد يعني بيجي اليوم بدخل في غرفة العمليات في خوف قاعد موجود. فكالتخدير عام يعني بنتونسه معي دقيقتين ثلاثة بعدين بنعطوه مسكن. مسكن ده يعني بنومه أو بيهدي شوية وبيخليه شوية ينوم. وبعدها نبدأ في إجراءاتنا الثانية. بعدها الجراحين يعني يبدوا في شغلهم، يجهزوا أدواتهم ويجهزوا طاولاتهم وإلى ذلك. بالنسبة للتخدير النصفي، التخدير النصفي طبعا هو في الظهر في الفقرات البطنية في الظهر من الخلف، وبيكون الشخص واعي بيتكلم معك. نعم. فنحن كمهمتنا هنا كتخدير نتونسه معايا. طبعا بيننا وبين الجراحين بيكون في ستار بحيث ان المريض بيكون معك انت بس ما بيكون مع الجراح، يعني ما بيتابع للجراح. فبتتونس معايا بتنسي الوقت وبتنسيهم هم قاعدين بيسووا شنو وهكذا. طيب يا دكتورة انت هسه قلتي ربما تمتد العملية لثلاثة ساعات. أيوة. في حالة مثلا البنج قلة كيف بتتصرفوا؟ البنج قلة تزيدي. ايوه تزيدي كل مرة شوية شوية شوية. وطبعا لازم يكون عندك تواصل دائما مع الجراح، تعرف الوقت حق العملية يعني هل فضل لك كم، فضل لي ساعة، تعرف انك انت بتزيد كم، نزيده كل مرة شيء. فضل لي أنا مثلا 10 دقيقة والمريض خلاص يعني قاعد يحس بس ما فك عينه طبعا نايم، بس تحسينها مثلا حرك في أصابع رجلينا أصابع إيدينا يعني بدأ أيوة بدأ يسترجع الإحساس بدأ شوية شوية. ومثلا والدكتور خلاص مثلا قاعد يخيط بس في الجلد من البرة، ده خلاص أنا ما بدي شيء في المكان ده. ليش؟ أنا ضامني نفسي إن مرضاني كويس والتخدير حقي كويس. لأن مرضان ما بين إن نطلع برا في الريكفري بعد غرفة العمليات نضمن إن مرضاني بقوم أموره تمام. العملية كل ما طالت أنا منزيد. وطبعا أكتر حاجة الأشياء دي طبعا بيكون فيها عمليات الكبيرة زي عمليات اللبراتومي، عمليات الأورال اللي هي بتكون في الأنف والأذن والحنجرة. العمليات دي بتشيل وقت، عمليات العظام حتى بتشيل وقت ما شاء الله يعني. أستي قاعدة تتكلمي ده كأنا سهلت ديكي خايفة، أنا بخاف من العمليات. خاصة إنه في ناس قاعدين نسمع أبوهم بدخلوا العمليات وبموتوا أحياناً بسبب التخدير، شنو المخاطر اللي بخلي تؤدي بحياة الإنسان أحياناً؟ شيء نوع من أنواع المضاعفات، تمام؟ مرات إنسان يدخل يعني على أساس إنه هو ما عنده أي حاجة، بس نجم ما نجم نحطه في الطاولة تطلع عنده أمراض كثيرة. فجأة بطلع عنده يعني ضربات قلب عالية، فجأة بطلع عنده مشكلة في الجهاز التنفسي ونحن ما عندنا خبر، عرفتي؟ بحكم قلت لك الناس هنا بكان واحد يعني تقول لك انا ما عندي شيء، وبدأ كل ان احنا نسوي لهم تشخيص قبل ونجوبوا اوراق وكذا وكذا، لكن سبحان الله اللي بيطلع في الطاوله ما معروف. بشوفي سبحان الله يعني من مضاعفات التخدير يعني ما في شيء بيدخل في الجسم، شيء يعني مركب كيميائي بيدخل في الجسم ما بيكون عنده سايد افكت يعني تاثيرات جانبيه. بس من المضاعفات الكبيره يعني مثلا مشاكل شويه، مشاكل في القلب تمام، بس هي مرات مشاكل في الرئه أو يعني بضايق في نفس، فهمتي؟ ومن الحالات النادرة ذاتها يعني الوفيات، ما من الأشياء يعني
الكثيرة في التخدير. التخدير لا، ودائما طبعا الناس برموها في التخدير. ليش؟ في أخطاء أخرى معناها. الجراح حتى هو مرات تكون يعني مشاكل، يعني مثلا اليوم الجراح قاعد يشتغل ولا قدر الله صارت شيء، يعني ما كله في راس التخدير الوحيدة. أيوة. يعني مخاطرة شوية ما كثيرة. لا هو كل شيء عنده مخاطر، اليوم أي شيء بيدخل في جسم الإنسان عنده جانب إيجابي وعنده جانب السلبي موجود فوقه. أيوة. بس يعني قلت لك من الأشياء النادرة الوفيات. اليوم مثلا احنا نشتغلوا في السنه نجي نحسبوا مرات نلقوا عدد الوفيات حقنا 6-5 فقط، يعني بسبب سنه التخدير. كامل لا ما بسبب التخدير، بصفه عامه في العمليه. ندخل في العمليه كي بصفه عامه. يعني ما بيكون العدد الواو الهائل كده عشان يجي دائما يقول عدد الوفيات بسبب التخدير. ايوه. طيب دكتوره، حتى الانسان انت اليوم لو جيت غرفه، لو جيت بتسوي عمليه بتختار دكتورك. نعم. تختار دكتورك الجراح صح، ده حاجه واحده من الحاجات الاساسيه. ايوه. يعني انت مريض تمشي للمستشفى كيف تعرف دكتورك في المستشفيات العامه دي؟ تمشي المستشفيات العامه اليوم ده ما شاء الله عندنا دكاتره اسمائهم طالعه برا. اليوم نادهم كم ماشي ده، مو بقول لك انا ماشي كيف، بقول لك انا ماشي لدكتور فلان. صح. ايوه انا ماشي لدكتور فلان. فانت اخترت دكتورك اللي انت ماشي ليه، وعندك يعني اكيد شايف اهلك او ناس او اقارب او من الاصحاب مشوا وتعاملوا معايا وعملياتهم كويسه معايا فانت جيت ليه. فعلا وفي بعض الناس اللي ما بيعرفوا شيء بيجوا كده، والحمد لله يعني احنا البلد الحمد لله شوي شوي كده ماشي في تقدم والله يقدمها لاكثر يعني. نعم. ان شاء الله يا رب. اكيد. فدكتوره في اثناء التخدير، التخدير بدا يتلاشى ففي مجابدات كيف ما اقدر اسيطر عليها، يعني دي ضمن ده طبيعي. شوف المرضان اليوم مثلا خلاص لو الجراح كمل والتخدير بدا يدور يطلع، فدي واحد من نوع الأعراض. تلقى مثلا مرات يفتح عينه وتحس حركة غريبة كده في عينه، مرات تلقى قاعد يجابد وقاعد يعيط، مرات تلقى بس يحرك في جسمه من غير ما يعيط، مرات قاعد يهدي أو قاعد يهلوس. أيوة. قاعد يتهلوس يتكلم في كلام. دي كلها من العلامات المفرحة لنا نحن إن الإنسان ده خلاص هو ماشي بدأ. إنه هو بدور بقوم. أيوة. اوكي. وأين كان ده شيء قايل مسبب لنا قلق واشياء زي دكتور بدر يمكن عنده مدى الحرب؟ لا لا بالعكس. معلومات جميله جدا وكافيه. الإشكالية هنا أنا قاعد أشوف مسألة الأسرتية، مسألة الخوف والناس بيموتوا في العمليات وكذا، أنا بعتبرها إشاعة أكثر مما هي حقيقية. إن المجتمع هنا مش يعني كل ما هي نخاف من العملية، قالوا عملية ده خلاص يعني الإشاعة كم مرة قد الناس بيصدقوه كتر ذاتها لابد أن نعملوا عليه نخففه، يعني المجتمع بيؤمن بالإشاعات. فحقيقة الناس الجيل الجديد ده قاعد يبدع. صح. قاعد يبدأ وقاعد يحاول يتقن عمله، فبالتالي نعمل إن شاء الله. شاء الله. المراحل الجاية يعني ما نحتاج نسافر لبرا نعمل عمليات ولا يعني بلدنا إن شاء الله تتطور وتكون أفضل في جانب الطبي والجانب السياسي. إن شاء الله. نرجع دكتورة، ففي بعض الأحيان يعني المريض مثل ما قلتي الكبير في السن، ومثلا الآن في الأعمار يعني ولد صغير لكن عنده سكري، يعني اللي عنده سكري ما تسوي له تخدير ولا كيف تعمل؟ لا 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 ما في. كم ناس عندهم سكري سواء كان كبير او صغير او شاب بيسووا لهم عادي، بس بعد يعني بعد كنترول، فتره كنترول وفتره ادويه، وبيكون دائما الدكاتره بيكونوا يعني متواصلين حتى مع دكاتره حقين السكري. لما حالته تستقر؟ لما الحاله تستقر حتى. اليوم ما واحد سكري مرتفع بيجوا بدخوله العمليه. العمليه اليوم لو فتح الجرح ما حيتسكر عجل وما حيبرع عجل، بالذات لناس مرضى السكري. فاي كبير. حاجه حتى لو حتى المرضى حقين الضغط بيكونوا متواصلين مع حقين القلب. بعد ده بيجوا بيسوي لهم اي سي جي اللي هو تخطيط القلب، يوم يشوف كل شيء طبيعي حتى بيجوا بيدخلوا غرفه العمليه. اوكي. يعني هي كل حاجه بكنترول بتدريج. ايوه. طيب دكتوره، بس انت قلت كبار السن ده ما نقدر نسوي لهم عمليه، في حاله اضطراريه مثلا واحد تعبان نسوي كيف؟ اذا كان الا لازم نسوي له تخدير. لو تعبان ومثلا ما عنده مشاكل فوق القلب، مثلا لو عنده ارتفاع في الضغط مال كثير مره واحد فور اكزامبل مثلا 140 150 ده نقدر نتحكم فوق احنا ندخله لو في حاله الاضطراريه. لو حاله ما مضطره وما مستعجله يرجع يستمر عليه ادويه الضغط حقه، الضغط يتعدل او السكري ينزل وبعدها يعطوه موعد يجي. ايوه.
فشنو نصايحك اللي بتقدميها للمرضى واللي بتقدميها للدكاترة بيشتغلوا نفس تخصصك على وجه الخصوص؟ بالنسبة للمرضى بتمنى يعني إن على الأقل لو الإنسان ما قدر في 6 شهور كل سنة يسوي تشخيص طبي، لأن نحن طبعا حالة البلد والضغوطات النفسية موجودة، فسبحان الله في أمراض واحدة بتجي لك وإنت ما بتحس فوقها، بتلقى الأعراض بس ما بتشك إن هي مرض. زي عندك مرضى الضغط. نعم. مرضى الضغط يعني مرات الضغط بيجيك من صدمة، شيء خبر سمعت فوقه، هو السكري طبعا الاثنين، لو الضغط جاك السكري بيمشي ورايا، فدائما مرضى الضغط لازم يحافظوا عليه ضغطهم عشان السكري ما يجي بعده، والسكري كذلك بالعكس يعني. فمن وقت لوقت لو حسيت بحاجة مثلا توسع الضغط، تحس أول حاجة وجع في الرقبة من الخلف وبينزل لك للكتف مع زيادة في دقات ضربات القلب، والسكري كذلك أعراضه معروفة، مرات تحس بالعطش، كثرة التبول، يعني الإنسان تحاول تحافظ على صحتك على قد ما تقدر، لأن الشيء الوحيد سبحان الله ما بيشتري بالريال. صحيح أكيد. الصحة الوحيدة اللي ما بتتقدر بثمن يعني، فالوقاية خير من العلاج، دي أول حاجة. وبالنسبة للناس اللي في تخصصنا نتمنى يعني نتمنى نتقدموا أكثر مما كده نحن فوق اليوم بصراحة، يعني أكثر من المرحلة اللي إحنا قاعدين فوق نتمنى نتقدموا أكثر من كده إن شاء الله. إن شاء الله، ونتمنى يعني حتى من الدولة يعني تساعدنا وتدعمنا بالمعدات أكثر فأكثر من الموجودة عندنا إن شاء الله. شكرا لك إن شاء الله يا رب العالمين، نتمنى لك مستقبل مشرق. تسلمي حبيبتي، شكرا لك. شكرا أستاذة سعاد، دكتورة سعاد، وكذلك الشكر موصول لي مهندس بدر داود بدر، امتعنا بحديث الممتع صراحة، مشكورين كلكم، فالشكر موصول لمشاهدينا.